السلام عليكم. بالنسبة لكلام اللي كيكون عندهم آخر لحظة امتحان الكومول ديال المواد كيجي كيبغي يراجع كيحس بأن بزاف ديال المواد جمعوا عليه. شنو هي لا سوليسيون؟ أول حاجة خاصنا نخدمو شوية في لو كوتي بسيشيك، دونك خاصنا نبينو بأن هاد الامتحان هذا هو عبارة عن واحد المهارات اللي خاصو يتعلمهم هاد الطفل هذا باش أنه يخدم دوك لي زيكزيرسيس، بحال مثلا تحليل ديال واحد الصورة، تفسير ديال واحد الحدث، البرهنة ديال واحد القاعدة. هنا ملي كيجي الطفل ولا التلميذ كيحل الكتاب كيبقى مكتوب بالزرق والعنوان كبير والدوز كيبانو ليه الكتاب، هنا كيوقع ليه واحد لو ستريس، وبالتالي كيجي واحد بحال قلتي واحد النقطه بسيشيك اللي كيقول ما نقدرش نجيب مزيان في هذا المعدل، وكيجي واحد لو ستريس. دونك هنا كاين واحد الحل اللي هو زوين بزاف. اول حاجه كما قلت لكم غادي نبداو بالكوتي بسيشيك. كيفاش غادي نحاولوا نشدوا داك المهارات اللي يحتاجوا مع الطفل هذا وصفوهم ليه. ها انت غادي تعرف هي دير هذه وتعرف دير هذه وتعرف دير هذه. ثاني حاجه ديك لوكور اللي كيبان فيه بزاف ديال الكتابه ملي غادي نشوفو غادي نلقاو في العناوين وفي لي في الدروس ولي باراغراف كيفاش كيتكتبوا كيبقاو يتعاودوا بزاف ديال الجمل، وبالتالي الا حيدنا ليه داكشي اللي معاود بزاف ديك لوكور اللي عنده غادي يبان ليه فريمون الدرس ملخص وفيه بعض المعلومات اللي هي اساسيه باش يخدمها باش يقدر انه يدير ديك المهاره اللي تعلمها باش يخدم ديك التمرين. دونك هنايا قلنا نفرقوا ليه ديك المهارات، ثانيا ديك لوكور نحاولوا نبسطوا ليه ويخدم مثلا تلخيصات معينه، ثالث حاجه كنمشيو للتمارين وحلول. دونك هنا ملي كيكون كنهضر لكم على امتحان عنده غدا بعد غدا راه كيمشي خاصو يعرف هذوك لي كور ولا داك التمارين اللي كيتحطوا شنو هما اغلب الاسئله اللي كتعاود. داكوغ شنو داكشي اللي كيتعاود خاصو يشوف التمارين ويشوف الصيغه ديالها ويشوف الطريقه ديال داك لي زيكزارسيس ويدير لهم الكلاسيفيكاسيون. كيفاش يكلاسيفيهم؟ مثلا غادي نقول هادو التمارين ديال الحفظ، هادو التمارين ديال التحليل، هادو التمارين ديال يعني البرهنه. وهنايا منين غادي نستركتوريو ديك المعلومات وداك المهارات عند هاد الطفل هذا ولا هاد التلميذ، وهاد الشيء ما بغيناش نوصلوا ليه. هادو كنهضر لكم على واحد الكا ديال واحد التلميذ كان مريض ما راجعش قبل ما كانش كيدخل للمدرسه، فهاد لو كا ديال الحجر الصحي مثلا ديال ما كيكونوش بزاف ديال لي كور. هنايا ما عندنا كي غادي نديرو اللهم نديرو بعض التقنيات. دونك هنا منين غادي يشوف التمارين وحلول من بعد غادي يشد داك الدروس غادي يحاول يستنبط منهم داك المعلومات ويخدمهم في هذاك التمارين. دونك هنا هادو مجموعه ديال التدريبات اللي كنديروهم بيان سور في الدورات التدريبيه، واللي نورمالمون الا كنتو مهتمين بهاد الدورات حيت مهمين جدا ممكن انكم تقيدوا وليداتكم معنا اما اونلاين الا كنتو خارج الرباط وتما وصلنا، أو لا مرحبا بكم في لو سونتر هنا في الرباط في اكتر شيء فرنسا. هنا غادي ننظموا ان شاء الله معسكرات تدريبيه مجموعه ديال المستويات ديال التلاميذ اللي غادي يخدموا هاد اللي عندهم هاد الامتحانات. دونك ما نطولش عليكم، كان معكم عبد الصمد الطالي مدرب وكوتش مدرسي، نشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله والسلام عليكم.